ليس خطر فيروس كورونا المستجد وحده ما يهدد حياة اليمنيين، فهنالك قائمة أمراض وأوبئة لا تزال تفتك بحياة الكثيرين منهم، وفي مقدمتها الحميات الفيروسية كحمى الضنك التي تسببت العام الماضي في وفاة قرابة 200 شخص معظمهم في محافظتي عدن والحديدة. هنا في محافظة حضرموت شرقي اليمن تستقبل المستشفيات والمراكز الصحية يوميا عشرات الحالات المصابة بالحميات بمختلف أنواعها. يلاحظ أن الحميات الفيروسية الواردة للمستشفى خلال الربع الأول من هذا العام 2020 في تزايد موجود، فتقريبا في شهر يناير استلمنا 1300 حالة، فبراير 1400 ومارس زيه، وإبريل صلنا إلى 2700 حالة، إجمالي خلال الأربع الأشهر الماضية حوالي 7800 حالة. العشر أيام الأخيرة في هذا الشهر في شهر مايو حوالي 1000 حالة، يعني نتوقع أن نصل إلى 3000 حالة خلال شهر مايو، هذا كله حميات فيروسية. وإذا كانت هذه الأعداد هي حصيلة مستشفى واحد، فكيف الحال ببقية مشافي المحافظة؟ أرقام تعكس مقدار الضغوطات الكبيرة التي تواجه القطاع الصحي بحضرموت. خالد جبران عسكري متقاعد كان أحد الذين عاشوا مشاهد ذلك التأثر. تحصل 3 أنفار مثلا في سرير واحد، يوم الأحد أنا جيت لهنا 3 أنفار، أنا واحد من ضمن المرضى، 3 أخوي ماسك المغذية حقي، ولا أحد ما إمكانيات عندهم، ولا شيء حق، حتى حق اللي يعلق فوق المغذية ما في، تركم مغذية كبيرة يقول لك لا ركبها في بيتكم، الكبيرة ممنوع هنا عندنا، طيب واحد ما يعرف ركبها فين يروح يركبها؟ يروح يجيب له من يركبها؟ مستشفياتنا من العام 2007 لم تحدث ولم ترفع التجهيزات الموجودة اللي فيها. مشكلتنا في مستشفى بشرحيل المكلا قسم كامل حصل تهدم من أيام عصارة شبالة، هذا القسم لم يتم إعادة تأهيله، عندنا قلة في السعة السريرية في مستشفياتنا، وعندنا زيادة سكانية، الزيادة السكانية مضطردة، عندنا مجموعة من الوافدين من المحافظات الأخرى بيشكلوا ضغط كبير على الخدمات. تفشي أمراض الإصابة بالحميات يتزامن وتسجيل المدينة لعدد من الإصابات بفيروس كوفيد-19 ما يزيد من هواجس وقلق العاملين في القطاع الصحي الذين يشكون من شحة توفر وسائل حماية الكادر الطبي وسط تحذيرات من ضعف قدرة المنظومة الصحية على استيعاب جميع الحالات المرضية. محمد اليزيدي لقناة بلقيس. Okay.